السلام عليكم. تلوح في سمائنا دوما نجوم براقة، لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة، نترقب إضاءتها ونسعد بلمعانها في كل ساعة. فإليك يا صاحب القلب الطيب والنفس الأبية، إلى من كان له قدم السبق في ركب العلم والمعرفة، إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء، أهدي كل عبارات الشكر والتقدير. توتة، المملكة العربية السعودية. مساء الليل، ازيكم عاملين ايه؟ من سنتين بدأت الفكرة وصممت ان انا لازم اعملها، وفعلا ربنا وفقني وفتحت قناة هادف اللي حبيت ان انا اقدم لكم فيها تجارب وخبرات ناس تانية وسنين كتيرة كان صعب ان احنا نوصلها لوحدنا. وفرت عليك الطريق والمشوار. كان سهل جدا في الفترة دي ان انا اعدي 250,000 مشترك واوصل لاكتر من كده، بس كان عندي مبدأ وما زلت على نفس المبدأ ده، اللي هو الاحترام المتبادل، وان انا احترم عقلية الانسان اللي انا بتحاور معاه. رفضت اي تنمر في القناة، رفضت اي حد ما يحترمش التاني. انتم صفوة الصفوة، انتم الناس اللي انا فعلا بثق في ارائكم، ودايما شايفكم مراية للاعمال اللي انا بقدمها. يمكن انا اوجدت نوع جديد من الرعب. في ناس بتشوف قصص انها قصص رعب، في ناس بتشوف حكاياتي انها حكايات رومانسية، في ناس بتشوف انها تشجيعية، ناس بتشوفها انها نصايح. انا فخور ان كل واحد بيلاقي الحاجة اللي هو عايزها، وبالتالي اكتملت درة التاج بقناة العراف اللي دايما بحاول ان انا احل فيها غموض اي الغاز او معتقدات او تناقضات بتدور في دماغكم. والحمد لله ما زلت محافظ على مبادئي دي، وبالعكس انا كمان قربت منكم اكتر واكتر واعتبرتكم العيلة بتاعتي. بتحاور مع ناس فيكم كتير جدا على الخاص، سواء في الانستجرام او التليجرام اللي انشئ حديثا، او السناب شات وجميع مواقع التواصل. يمكن في تقصير مني في الرد شوية، وده بسبب ظروف اللي انتوا عارفينها، ان انا بعمل كل حاجة لوحدي وان انا بشتغل لوحدي، بس الحمد لله قدرت اوصل لكم بعض المعلومات. ولسه ان شاء الله ان ربنا اداني العمر هكمل معاكم، والنجاح اللي انا فيه النهارده ده بفضل الله اولا واخيرا، فضلكم انتوا ثانيا. المئة الف مش هدفي، المليون مش هدفي، انا هدفي ان كل واحد يفهم صح، ان نحارب النصابين الدجالين الافاقين الصحف الصفراء والقنوات الصفراء. مهما تهاجمت، مهما فتحوا قنوات زيادة عليا، انا ما ببصش تحت رجلي، بكمل زي ما انا. في الاول وفي الاخير عايزكم تعرفوا بس حاجه واحده بس، انها مجرد همسات في رحله سوا. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الف الف مبروك اخويا وابويا الروحي والملهم بتاعي هادر على مرور سنتين على قناتك، ومن نجاح لنجاح يا رب، ويا رب السنة الجديدة تكون سنة سعادة عليك وسنة تحقيق الأمان يا رب. وأبي أقول لك يعني فعلا فعلا ألف ألف شكر لك، من معلومات لإمتاع لكنوز كثير ممكن أنت مش غنى عن غير قصد، بس فعلا كسبتني إياها أنا شخصيا يعني. حبيبي الله يوفقك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ هادر، حابة أشكرك على الفكرة الجميلة إن إحنا نقدر نعبر فيها عن شكرنا وامتناننا للمجهود اللي تقوم به، ونشكرك على الطريقة اللطيفة المدروسة اللي تقدم لنا فيها المعلومة ونستفيد منها، وهذا لو يأكد على مدى خبرتك ومهارتك في هذا المجال اللي كثروا فيه فعلا المدعين في هذا الزمان. مع خالص تقديري وشكري لشخصك الكريم المتابعة سيانة العمودي من المملكة العربية السعودية من جدة. مرحبا أبو آدم من العراق، أقدم تهنئة خاصة للأخ هادر من مصر، وأقول لك كل عام وأنت بألف خير، يا رب الموفقية والنجاح والازدهار الدائم، أتمنى لك كل خير والبركة. طبعا نشوفك ان شاء الله بالايام القادمه بأعلى المراتب، وان شاء الله ما لا نهايه. طبعا انا متابعك من اول المقطع،
وإن شاء الله مقاطعك إن شاء الله ما تنتهي، نتواصل لك بكل وقت ونشوفك دائما، تعلمت منك هواي شغلات اللي فادتني وفادت غيري طبعا، الحمد لله والشكر اللي عرفنا بيك، ومع ألف سلامة. السلام عليكم أستاذ هادر، جزاك الله خيرا، وأنا بجد تعلمت منك كتير وربنا يبارك فيك، وبجد يعني شخصية محترمة، وشكرا لك وشكرا للقناة، لأن أنا عرفت حاجات كتير وتعلمت حاجات كتير منك، وجزاك الله خيرا.